تصوري يهدوا فيا ولاو على خاطرك هبطت على لالا من العمارة هذيا اللي تحب تقطعلي رزقي وعينيها تبزي خي ربي جابها لها خرجها من ولوتي كنت نخدم فيه قبلها راهو اختي وقسما عظما لنزيد عليك نفس من جرتها عينها التو البارح من اللي جاتني للتهديدات هذيا التو غمضه ما رقدتهاش كذبت على عبيد قالها جاها باباراسي قالها الطفله ما تم دعوه المظلوم الوليه اللي ظلمتها وتعديت عليها قالت الوليه انا ما ظلمت حد قالها هذيك دعوه الوليه اللي خاش من خسرت فلوس وخاش من البلاصه هذيك قالت الوليه انا ما خسرتش وما شنو هي فعلا خرجت من البلاصه هذيك وتعاركت هي والسيد وقلبته فهمتني في فلوس اختي وسرقته وتعاركت وهي وكل شيء فهمتني وبعد كي خرجت من البلاصه هذيك رجعت انا نخدم على روحتي في البلايصه نتاعي قالوا لي نخطفوا لك صغارك ونعرفوك انت وين تمشي وين تتحرك وتمشي تهز لاولادك في المصروف زاد من منصب بي وتبعثهم لهم للبلاد قالوا لي برا افسخ هاك الفيديوهات اللي هبطتهم هذوك لكن شراو ريتا رانا باش نخطفوا لك صغارك ونقتلوك انت معاهم انا وصلوا وقفوني بالحق عدوا لي اربعه تيتروات حبوا يدخلوني الحبس وربي سبحانه فك الجيور التف بيا وخرجني وعاود عاود لي كل شيء من الاول جديد طلعت انا المضروبه وطلعت انا المظلومه وعندي تسخير طبي نتاع كل الجمهوريه اللي هزوني هما وانا في الجيور عندهم مضروبه على ذمتي حسب الله ونعم الوكيل هزيت عيني ربي فيهم يا اختي والله هزيت عيني ربي فيهم رب رب واحد ونموت موته واحده ما يهمنيش مية وحاجه برد راهي وصلت لي لاولادي عسلامه عسلامه اختي شنو احوالك والله الحمد لله لاباس شنو الاوراق اللي في يدك والله يا ذي الاوراق علقت على وحده اسمها مين العماره علقت عليها حكيت الباباراتزي قتلوا راي الطفله هذيك معناتها عم تسحر وما شنية علقت عليها في كلامات وكل صباح حتى بتهديدات في التليفون وهبطوا لي تهديدات اتهمتك انك سحرتها اي اي وهي قطعت لي رزقي من المحل معناها يا اخي ربي سبحانه قطع لها رزقها قبل ما تقطع لي رزقي فهمتني يا اخي سبحوا يبعثوا لي في التهديدات اختي ها وكغزه ها ونورك تحب التليفون زيد عندي بالتليفون وعندي عملت شكاية هكذا بتاع التهديدات قالوا لي نخطفوا لك صغارك ونعرفوك انت وين تمشي وين تتحرك وتمشي تهز لاولادك في المصروف زاد من منصب بي وتبعثهم لهم للبلاد قالوا لي برا افسخ هاك الفيديوهات اللي هبطتهم هذوك لكن شراو ريتا رانا باش نخطفوا لك صغارك ونقتلوك انت معاهم هاكا مشيت اختي عملت عريضه باش نوريك زاد العريضه عملت عريضه عندك الجمهوريه هذا الساعه هذا السيد اللي الميساج اللي ومشكله وين يتفسخ على البلاصه من تليفوني يا اخي انا ربي سبحانه قديته بالتليفون الاخر معناها صورته بالتليفون الاخر راها وكذا هذا الميساج اللي بعثوه لي ونوامر التليفونات نتاعهم اللي يهدوا فيا وما وهذا سيدك كل الجمهوريه اللي عملت لهم الواحد هاك الشكايه وكل ما قبلوها ليش اختي شكايه هاك تشوف فيها شكايه ها قدامك الشكايه هذيا وهذيا الميساجات اللي بعثوها لي قالوا لي نقتلوا لك نخطفوا لك صغارك ونعملوا فيك وبرا افسخك الفيديوهات تو انا سامحني كي علقت على كلام معناتها تهدوني تقتلوا صغاري شنو هي ذنبهم سامحني شنو هي ذنب صغاري في الحوايج هذه احنا علقنا على حديث قالته هي كذبت فيه قالت انا راني ما خرجتش من المحل وهي خرجتني من المحل ربي جابها على غير يدي بدعاء ربي وامي دعت بها ربي جابها خرجت من المحل كيفاش انا توا نمشي نشكي الميساجات هذه اللي هبطت لي في من تليفوني جاتني ويهدوا فيا فهمتني تهديدات هذه نتاع غريب هذه مش تاع واحد تاع ناس معناها مجرمين على الاخر نجم تقرا لنا شنو بعثوا لك اقرا انت هاكا قدامك هاكا شنو نعطيك تقرا بالتليفون او ذخير فهمت ماذا بيا تقولها انت بصوتك وتقرا قالوا لي ما اسمعني برا افسخ الفيديوهات وماذا بك تفسخ الفيديوهات هذوك لكن شاو صغارك هذوك نخطفوهم لك وراو انت زاده باش نقتلوك فهمتني ورانا نعرفوك انت وين تسكن في سباب بحر فهمتني وقالوا لي انت زاده ولادك بلا مره كل جمعه تبعث لهم المصروف للمنصب بي للبلاد رانا ريت مش نعملوا فيك اعمال خايبه افسخ الفيديوهات اللي هبطتها هذيك انا قلت لهم ما نفسخش وعندي زاد هاكا بالافوكال زاد بالواحد هاك بالمكالمه هاي المكالمه نتاع التليفون هاكا شنو ندخل لك المكالمه نتاع التليفون كيفاش يحكيو معايا مره يحكيو معايا توينسا ومره يحكيو معايا ليبيه فهمتني اختي ويحكيو معايا بالتهديدات اختي بقيت مصدومه انا قلت شبيهم الناس هذوما يعملوا هكا انا مش خايفه راه جيست على خاطر اولادي ما تجيش معناها تصور انت ملايكات شنو هي ذنوبهم شنو هي ذنوبهم انت عندك مشكله معايا انا كي عندك مشكله تو انت ظلمتني تعديت عليا وخذيت لي رزقي علقت عليك
قلت لك انت قلت في حديث ما فماش منه، معناه كذبت على الشعب، كذبت عليه يا اخي ربي سبحانه. عميك عميك على غير ما انت عميك على الحديث اللي حكيته. قلت بعثت لها السكرتير، قلت ما فماش، وقلت كورونا، قلت لك انا راني هبطت لك الفن هذاك قبل الكورونا، بعد ما فاتت الكورونا، معناها فهمتني علاش، معناها باش نكذب عليك ربي في الوجود، راه ما تعرفش علاش نكذب عليك. صبحوا يبعثوا لي في التهديدات هاكا الافوكال نتاعهم اختي، وهاكا النيميرو التليفون زاد، كان تحب زاد صور اختي هذايا وهذايا كل الجمهوريه. مشيت عملت المطلب ما قبلوهوليش، المطلب نتاعي هاكا المطلب نتاعي ما قبلوهوليش. انا نحب نقول بعد احتراماتي سي قيس سعيد، الناس هذه يا سي قيس سعيد شوف لي معاهم حل، راهم قاعدين يبعثوا لي في الفيديوهات هذوما ويسبوا فيا ويتقبحوا فيا ويهدوا فيا بالقتل ويهدوا لي في اولادي. تصور يهدوا فيا ولا على خاطر كي هبطت على لالا منال العمار هذيا اللي تحب تقطع لي رزقي وعينيها تغزر، يا اخي ربي جابها لها خرجها منه لوتي كنت نخدم فيه قبلها راهو اختي، وقسما عظما لنزيد عليك نفس من جرتها انا لتو البارح من اللي جاتني لا تهدي ديتها ذي التو غمضة ما رقدتهاش، وأنا في المحكمة فهمتني ونكلم في الأفوكال ونعاود ونقادي فهمتني، وفي الآخر ما قبلوليش المحضر نتاعي هاكا الدوسي نتاعي ما قبلوشو. معناها عادي أنا في بلادي نموت خاطر لالا منال العمارة عندها المعارف وعندها الدنيا تعمل. شنو اتهمتك؟ شنو المشكلة اللي بيناتكم هي باش خليتكم هكا؟ قالت كذبت على عباد، قالها جاها باباراسي، قالها الطفلة تم دعوة المظلوم الولية اللي ظلمتها وتعديت عليها. قالت له لي انا ما ظلمت حد، قالها هذاك دعوت له لي اللي خاش من خسرت فلوس وخاش من البلاصه هذيك. قالت له لي انا ما خسرتش وما شنو، هي فعلا خرجت من البلاصه هذيك وتعاركت هي والسيد فهمتني، وقلبته فهمتني في فلوس اختي وسرقته وتعاركت هي وهي وكل شيء فهمتني. وبعد كي خرجت من البلاصه هذيك رجعت انا نخدم على روحتي في البلايصه نتاعي. هذه هي الحكايه اختي اللي صارت، ولات عملت لي مواضيع ويبعثوا لي في ميساجات ولا يجبدوا لي على اولادي باش يقتلوهم. شنو تخدم انت في لوتي؟ انا نخدم مشموم، نخدم في الورد اختي، نخدم نلبس لباس تقليدي ونمشي نخدم. هاي كجرت في جرتي اختي الطفله هذيا ما فهمتش ولا شكون انا، ما نتهمش، اما لازمني نعرف المساجات هذم. حب نعرف انا سي قيس سعيد نقول له بعد احتراماتي ليك، الناس هذم شوفهم لي يا خويا شكون هذوما، شكون اللي عندهم يد دخلوا لي للتليفون وبعثوا لي المساجات هذيا وفسخوا لي من تليفوني على البلاصه، كيفاش دخلوا وكيفاش فما انسان هذيا عندهم معاهم في السسمه في التونسيانه، مادام عملوا الشيء هذايا ما يكون كان واحد في التونسيانه معمول معاهم هكا ولا انا غالطه، ما يتعملش هذا الشيء كيما هكا راهو اختي ويتفسخ على البلاصه مستحيل. يا ذنوبي كان حاجه يا اختي تعملها على التليفون نتاعك تجيك ميساج وتتفسخ لك سير بلاس، مستحيل هذي ما تكون كان فما انا فيها ناس واصله فيها ناس دافع على وعلم فلوس باش تجبد لي على صغاري، معناتها تقتل لي صغاري وتقول لي نخطفهم لكم، راهي تهديدات قويه برشا هذي تهديدات قويه برشا يا اختي. نحب ناخذ حقي منهم الناس هذوما، انا نحب نتبعهم بالقانون، نحب يا سي قيس سعيد القضاء قول له ياخذ لي قضيتي، راني نهز قضيتي ومعايا ها هو كالوثائق والدنيا وكل وما باش يقبلوا لي الوثائق، قول لهم الناس هذا معلش ما باش يقبلوا لي، نحب حقي ناخذه يا اختي، الناس هذه تعدت لي على حقي وعلى حق اولاد، راني ريتني انا ما خايفة على شيء، خايفة على أولادي يعديوا في امتحانات ودنيا يعلم بهم ربي أختي فهمتني. معناتها تجي أنت تصور معناتها باش تخطف لي ولدي ولا باش أعمل له حاجة مليكة، شنيا ذنبه؟ شنيا ذنبه؟ شنيا ذنبه صغير؟ إن شاء الله صوتك يوصل. أنا صوتي إن شاء الله توصل للمسؤولين وللدولة، هاكا وريتهم المساج اللي بعثوه لي وهاكا وريتهم الأفوكالات اللي في التليفون، وإن شاء الله يا سي قيس سعيد الناس هذه تشدها وتاخذ لي حقي منها، وكا وحسب الله ونعم الوكيل. هزيت عيني ربي فيهم يا أختي، والله هزيت عيني ربي فيهم، شواويلي كبت وليداتي وتوا زادوا، وتعرف تو أنا مش نهرب ولادي من المدرسة في بالك ولا أنا مش نقول أي معلم يا ربي كي تقري لي في ولادي عرفت لك الرحمن نجح ولي كيفاش نجحوا لي يا وخي خاطر ولادي مش خارجهم من المدرسه، راني العام هذا مش خارج ولادي على التهديدات اللي جاتني في التليفون. تصور انت كي تجيني التهديدات هذه في التليفون ويقول لي نقتلوا لك ولادك نبدا خايفه عليهم، معناها نولي كي القطوس نرعش عليهم، معناتها قلبي وجعني ماشي على حد شيء. انت وصلت لي لولادي راك مساجاتك قراها راك، راني مرعوبه على ولادي مش على روحي، انا عادي رب واحد ونموت موته واحده ما يهمنيش، مي وحاجه برك راهي وصلت لي لولادي، الناس هذه وصلت لي لولادي، الناس هذه حكت معايا بالافوكال، معناتها انا ولادي عديوا في الامتحانات، تو كان نرعب ولدي نقول له اخرج من المدرسه وما تدخليش شنو نعمل انا؟ شنو نعمل انا؟ ليلي من خدمتي ليلي من ولادي ليلي من كبدي تشويت ما تجيش، انا مانيش
باش نبكي على خاطر نبكي موجوعة على خاطر الفازة مش باهية، مش باهية توصل تقول لي افسخ الفيديوهات نقتل لك اولادك ونختفهم لك، ما تجيش وانا اولادي في امتحانات توا يبداو يرعبوا يترعبولي. صور انت معناها ثلاثة اولاد وبنية يترعبولي، شنو نعمل انا؟ شنو نعمل انا بالتهديدات هذيا؟ اعطيني لافوكال هذيا شكون؟ نحب نعرف هذوم اللي هبطوا لي لافوكال هذي، جيبهم لي يا ودي. هذوما ما عندكم انتوما يد كبيرة في وسط البلاصة نتاع التونسيانة يطلع لي هذا اللي قعد يفسخ لي في التليفون على البلاصة سير بلاصة الفيديو هذا، خرجوا لي على البلاصة. معناتها الناس هذي عندها يد كبيرة يا أختي، مش أنا على خاطر حكيت على السيدة لالا منال عمارة بجي أنا ولادي تسمح لي في التهديدات، ما تجيش هاي ولادي راهي في امتحانات وراهي في قراية وهذا عام نتاع امتحانات نتاع نجاح. معناتها مش أنا عام الجمعة اللي فات عندها ثلاثة جماعات التالي ترميسة الأخرى طاح لي واحد من أولادي معناها والأخرين طلعوا لي. معناتها ما تجيش يا أختي خاطر أولادي نبدا خايفة عليهم، ما تجيش أنا كل شيء ألعب بيه وأخته الأعمل تسوي في بالك، أولادي ما تلعبش بيهم يا أختي بالحق. أنا وصلوا وقفوني بالحق عدوا لي أربعة تيتروات حبوا يدخلوني الحبس، وربي سبحانه فك الجيار لطف بيا وخرجني وعاود عاود لي كل شيء من الأول جديد. طلعت أنا المضروبة وطلعت أنا المظلومة وعندي تسخير طبي نتاع كيلو الجمهورية اللي هزوني هما وانا في الجيور عندهم ومضروبة على ذمتهم في بالك ولا، وعدوا لي تيتر من جورة الجماعة هاي وهاو توا صبحوا يهبطوا لي في الفيديوهات هذيا يا اختي. انا توا مشوية على كبت وليداتي مانيش مشوية على شيء يا اختي، كان يا ربي خذ لي حقي يا شعب، عرفت لك الرحمن الناس هذم اللي بعثوا لي الفيديوهات يا خويا خذوا لي حقي منهم وكهو، قول لهم علاش بعثوا لي الفيديوهات هذيا وجبتوا لي اولادي في الترميستة هذي، علاش علاش جيتوني؟ معناتها انا توا باش نخرج اولادي من المدرسة في جرة شكون في جرة التهديد هذيا؟ ريت التهديد هذيا ما تخلينيش نقري ولدي، علاش ما تخلينيش نقري ولدي؟ نبدا نخاف عليه ونقول راهو باش يتقتل ونقول راهو باش يتغتصب ونقول راهي الناس هذه مادام وصلت قتلي. اسمعني سايب الفيديوهات ونحيهم معناها راني مش نقتلهم لك نولي نخاف. هذا يا خويا هاكا يا سي قيس سعيد بعد احتراماتي ليك هذوما الافوكال هذوما هاني جبتهم لكم، وراني تليفوني كل ما يجي بعثوا لي افوكال يفسخوه على البلاصه.